اهلا بيكم في قناة الايقونة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم متابعين قناة الايقونة. النهاردة معانا ومعاكم فيديو جديد بخصوص امتحانات الثانوية العامة، وبالاخص امتحان اللغة الانجليزية اللي الطلبة امتحنوه امبارح، وكتير من الطلبة اشتكوا من صعوبة الامتحان. فيديو النهاردة هنتكلم معاكم فيه عن أول تعليق من وزارة التربية والتعليم على صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية وشكاوى الطلاب من الامتحان. بس قبل ما نشرح لكم فيديو النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. طلاب الثانوية العامة قدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس، واشتكى عدد كبير من الطلاب من صعوبة الامتحان واحتوائه على كلمات صعبة من خارج المنهج. وكان تعليق الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة المصراوي على شكاوى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان اللغة الأجنبية الأولى إن هيتم الاحتكام للنتائج العينة عند تصحيح اللغة الإنجليزية للوقوف على مدى صعوبة أو سهولة الأسئلة والامتحان. وأكد الدكتور رضا حجازي إن في حالة وجود خطأ في الامتحان أو أثبتت العينة العشوائية خطأ نسبة كبيرة من الطلاب في سؤال معين، هيتم توزيع الدرجة على باقي الامتحان حرصا على مصلحة الطلاب. وإن شاء الله القرار ده هيكون في صالح طلبة كتير، وهيتم إلغاء الأسئلة اللي كانت من برا المنهج وهيتم توزيعها على باقي الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم متابعين قناة الايقونة. النهاردة معانا ومعاكم فيديو جديد بخصوص امتحانات الثانوية العامة، وبالاخص امتحان اللغة الانجليزية اللي الطلبة امتحنوه امبارح، وكتير من الطلبة اشتكوا من صعوبة الامتحان. فيديو النهاردة هنتكلم معاكم فيه عن اول تعليق من وزارة التربية والتعليم على صعوبة امتحان اللغة الانجليزية وشكاوى الطلاب من الامتحان. بس قبل ما نشرح لكم فيديو النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. طلاب الثانوية العامة قدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس، واشتكى عدد كبير من الطلاب من صعوبة الامتحان واحتوائه على كلمات صعبة من خارج المنهج. وكان تعليق الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة المصراوي على شكاوى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان اللغة الأجنبية الأولى إن هيتم الاحتكام للنتائج العينة عند تصحيح اللغة الإنجليزية للوقوف على مدى صعوبة أو سهولة الأسئلة والامتحان. وأكد الدكتور رضا حجازي إن في حالة وجود خطأ في الامتحان أو أثبتت العينة العشوائية خطأ نسبة كبيرة من الطلاب في سؤال معين، هيتم توزيع الدرجة على باقي الامتحان حرصا على مصلحة الطلاب. وإن شاء الله القرار ده هيكون في صالح طلبة كتير، وهيتم إلغاء الأسئلة اللي كانت من برا المنهج وهيتم توزيعها على باقي الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعين قناة الأيقونة. النهاردة معانا ومعاكم فيديو جديد بخصوص امتحانات الثانوية العامة، وبالأخص امتحان اللغة الإنجليزية اللي الطلبة امتحنوه امبارح، وكتير من الطلبة اشتكوا من صعوبة الامتحان. فيديو النهاردة هنتكلم معاكم فيه عن أول تعليق من وزارة التربية والتعليم على صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية وشكاوى الطلاب من الامتحان. بس قبل ما نشرح لكم فيديو النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. طلاب الثانوية العامة قدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس، واشتكى عدد كبير من الطلاب من صعوبة الامتحان واحتوائه على كلمات صعبة من خارج المنهج. وكان تعليق الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة المصراوي على شكاوى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان اللغة الأجنبية الأولى إن هيتم الاحتكام للنتائج العينة عند تصحيح اللغة الإنجليزية للوقوف على مدى صعوبة أو سهولة الأسئلة والامتحان. وأكد الدكتور رضا حجازي إن في حالة وجود خطأ في الامتحان أو أثبتت العينة العشوائية خطأ نسبة كبيرة من الطلاب في سؤال معين،
هيتم توزيع الدرجة على باقي الامتحان حرصاً على مصلحة الطلاب، وإن شاء الله القرار ده هيكون في صالح طلبة كتير، وهيتم إلغاء الأسئلة اللي كانت من بره المنهج وهيتم توزيعها على باقي الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً بيكم متابعين قناة الأيقونة. النهاردة معانا ومعاكم فيديو جديد بخصوص امتحانات الثانوية العامة، وبالأخص امتحان اللغة الإنجليزية اللي الطلبة امتحنوه امبارح، وكتير من الطلبة اشتكوا من صعوبة الامتحان. فيديو النهاردة هنتكلم معاكم فيه عن أول تعليق من وزارة التربية والتعليم على صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية وشكاوى الطلاب من الامتحان. بس قبل ما نشرح لكم فيديو النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وتعملوا سبسكرايب للقناة، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. طلاب الثانوية العامة قدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس، واشتكى عدد كبير من الطلاب من صعوبة الامتحان واحتوائه على كلمات صعبة من خارج المنهج. وكان تعليق الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة المصراوي على شكاوى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان اللغة الأجنبية الأولى إن هيتم الاحتكام للنتائج العينة عند تصحيح اللغة الإنجليزية للوقوف على مدى صعوبة أو سهولة الأسئلة والامتحان. وأكد الدكتور رضا حجازي إن في حالة وجود خطأ في الامتحان أو أثبتت العينة العشوائية خطأ نسبة كبيرة من الطلاب في سؤال معين، هيتم توزيع الدرجة على باقي الامتحان حرصا على مصلحة الطلاب، وإن شاء الله القرار ده هيكون في صالح طلبة كتير، وهيتم إلغاء الأسئلة اللي كانت من بره المنهج وهيتم توزيعها على باقي الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعين قناة الأيقونة. النهاردة معانا ومعاكم فيديو جديد بخصوص امتحانات الثانوية العامة، وبالأخص امتحان اللغة الإنجليزية اللي الطلبة امتحنوه امبارح، وكتير من الطلبة اشتكوا من صعوبة الامتحان. فيديو النهاردة هنتكلم معاكم فيه عن أول تعليق من وزارة التربية والتعليم على صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية وشكاوى الطلاب من الامتحان. بس قبل ما نشرح لكم فيديو النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وتعملوا سبسكرايب للقناة، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. طلاب الثانوية العامة قدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس، واشتكى عدد كبير من الطلاب من صعوبة الامتحان واحتوائه على كلمات صعبة من خارج المنهج. وكان تعليق الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة المصراوي على شكاوى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان اللغة الأجنبية الأولى إن هيتم الاحتكام للنتائج العينة عند تصحيح اللغة الإنجليزية للوقوف على مدى صعوبة أو سهولة الأسئلة والامتحان. وأكد الدكتور رضا حجازي إن في حالة وجود خطأ في الامتحان أو أثبتت العينة العشوائية خطأ نسبة كبيرة من الطلاب في سؤال معين، هيتم توزيع الدرجة على باقي الامتحان حرصا على مصلحة الطلاب، وإن شاء الله القرار ده هيكون في صالح طلبة كتير، وهيتم إلغاء الأسئلة اللي كانت من بره المنهج وهيتم توزيعها على باقي الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعين قناة الأيقونة. النهاردة معانا ومعاكم فيديو جديد بخصوص امتحانات الثانوية العامة، وبالأخص امتحان اللغة الإنجليزية اللي الطلبة امتحنوه امبارح، وكتير من الطلبة اشتكوا من صعوبة الامتحان. فيديو النهاردة هنتكلم معاكم فيه عن أول تعليق من وزارة التربية والتعليم على صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية وشكاوى الطلاب من الامتحان. بس قبل ما نشرح لكم فيديو النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وتعملوا سبسكرايب للقناة، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. طلاب الثانوية العامة قدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس، واشتكى عدد كبير من الطلاب من صعوبة الامتحان واحتوائه على كلمات صعبة من خارج المنهج. وكان تعليق الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة المصراوي على شكاوى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان اللغة الأجنبية الأولى إن هيتم الاحتكام للنتائج العينة عند تصحيح اللغة الإنجليزية للوقوف على مدى صعوبة أو سهولة الأسئلة والامتحان. وأكد الدكتور رضا حجازي إن في حالة وجود خطأ في الامتحان
أو أثبتت العينة العشوائية خطأ نسبة كبيرة من الطلاب في سؤال معين، هيتم توزيع الدرجة على باقي الامتحان حرصا على مصلحة الطلاب، وإن شاء الله القرار ده هيكون في صالح طلبة كتير، وهيتم إلغاء الأسئلة اللي كانت من بره المنهج، وهيتم توزيعها على باقي الأسئلة.